اسمها لاي صوت الجهاد. اما الرياضه العشوائيه واحد هذه لقله المراقبه، فماش مراقبه لانه الاطار المتفقد اطار التفقد ماهوش. شكون من المفروض يتفقد؟ مش مندوب حمايه الطفوله؟ لا وزارة المرأة، هي وزارة المرأة، المتفقدين والمرشدين البيداغوجيين هما اللي يتفقدوا، فهمتني؟ ولكن عدد المتفقدين وعدد المرشدين البيداغوجيين ما يتمشاش وعدد الرياضة المتواجدة، ولذلك من الصعب أنهم يسيطروا على الوضع. باش نعالجوا هالوضع هذايا هو التكثيف من عدد المراقبين سواء متفقدين أو مرشدين بيداغوجيين. لما تلقى دي مرشد بيداغوجي عنده 30 روضة ولا 40 روضة كيف قديش بشي تفعل.